اليوم العالمي للتوعية عن التوحد. الكرامة للجميع مهما كان الاختلاف. حق التعلم للجميع. لكل شخص لديه طيف التوحد، الحق في التعلم. الدمج الاجتماعي هو حق لجميع الأشخاص ذوي التوحد وعائلاتهم. قد تتجاوز كلفة إدماج شخص لديه طيف التوحد في مدرسة عامة مبلغ 18,000 دولار أمريكي في السنة، وعليه فإن تخصيص موازنة عامة لتغطية هذه التكاليف قد يساهم في إدماج الأشخاص ذوي التوحد في المؤسسات التعليمية العامة. يمكن لإزالة العوائق وتوفير الخدمات التعلمية المناسبة من أن توفر فرصاً لبعض الأشخاص ذوي التوحد الساعين إلى متابعة تعليمهم العالي وحصولهم على شهادات جامعية وانخراطهم في المجتمع. الكرامة للجميع مهما كان الاختلاف. مركز الدراسات اللبنانية، جمعية الأهل لدعم التوحد AAA، مصممة الجرافيك مغريشة ماسيان، التعليق الصوتي على السمهوري.